بالمزيد من تطورات الأوضاع في غزة وتداعياتها مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة وردود فعل طرفي الصراع بشأن مقترح الرئيس الأمريكي لحل الأزمة وإيقاف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، معنا هاتفيا من إسطنبول رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عمر، وكذلك عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني عدنان أبو شقرة. مرحبا بكما. ونبدأ منك أستاذ عدنان بعد تجديد الترحيب والتحية. إذن أستاذ عدنان، يعني بعد نحن اليوم في اليوم 43 بعد 200 من بدء العدوان على غزة، لا تزال هذه الغارات العنيفة التي تفتك بالمدنيين في مختلف مناطق غزة من طائرات الاحتلال، لا تزال جرائم الاحتلال ومجازره يعني مستمرة بالرغم من قرارات محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية. ما الهدف برأيكم من استمرار هذه لنقل الإبادة ضد المدنيين في غزة؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم، والرحمة لشهداء فلسطين والنصر لمقاومة فلسطين. الجانب الصهيوني يحاول الضغط بكل الوسائل على المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. يعني نحن كما تفضلت مضى قريبا من 8 أشهر، ولغاية الآن لا يستطيع هذا الاحتلال، هذا الكيان رغم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أن يقدم نصر وحيد لشعبه. يعني هم وضعوا بعض الشروط لإنهاء هذه الحرب، منها القضاء على المقاومة الفلسطينية، وإضافة إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية تبديل السلطة في قطاع غزة وعدم السماح بهجمات جديدة على دولة الكيان. ولكن بعد هذه الفترة نرى أن المقاومة الفلسطينية لا زالت هي المبادرة، وأن الشعب الفلسطيني رغم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها لا زال مصرا على الثبات في أرضه. وما نراه يوميا من عمليات عسكرية في كل قطاع غزة تشهد على أن هذه المقاومة التي ظن الاحتلال الصهيوني أنها ستنتهي في خلال أيام، أنها لا زالت هي صاحبة المبادرة سواء في الميدان أو حتى على الجانب السياسي في التعاطي مع المبادرات السياسية التي تطرح لكيفية وقف الإبادة الجماعية وإخراج الاحتلال الصهيوني وقواته من قطاع غزة. إذن من هنا أستاذ صادق، برأيكم ما الرسالة التي يريد الاحتلال إيصالها بهذه الجرائم المستمرة منذ بدء العدوان ضد المدنيين؟ هل هي محاولة مثلا لإحراج الولايات المتحدة وهي الدعم الرئيسي للاحتلال، أم هي رد أيضا للاحتلال على مبادرة بايدن لحل الأزمة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم أستاذ عدنان. حقيقة يعني لا حدود ولا سقف لتطرف هذه الحكومة وجرائمها. هي بحد ذات الحرب الحاصلة والعدوان والإبادة هو مشروع قائم بذاته، وإسرائيل تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لارتكاب جريمتها الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، بعدما رأت أن هناك بعض الصراعات قادتها هذه الدول استطاعوا أن ينجوا من جرائمهم ويتم تعويمهم. لذلك الآن الظرف مواتي لارتكاب الجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني اللي بممارسة التطهير العرقي والطرد من أرضه وبلاده وحسم الصراع لمصلحة هذا الكيان. وهذا الأمر معلن، ليس فقط يعني مجرد استقراء، لأنه يعني هذه الحكومة جاءت على برنامج ما يسمى الحسم من خلال ما قدم من أوراق وبرامج لوزرائها الصهاينة. لكن حقيقة هذه الجرائم أيضا تصدم بحقائق الواقع، وهو صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه وإدراكه ووعيه العميق جدا بأن لن يكون هناك أي تراجع أمام هذا آلة الحرب وآلة القتل الصهيونية، وأن هذه الآلة آلة القتل لن تستطيع أن تقهر الفلسطيني أو تكسر إرادة الصمود وإرادة البقاء المقاومة لديه. وهذا ما يحصل اليوم، وهنا يعني نرى أن هناك عجز في تقديم
إدارة لهذا الصراع أو إدراك لمصير هذا الكيان ما بعد هذه الحرب. يعني هناك أفلتت الأمور من يد هذا الكيان، ولم يعد يمسك مصيره، ولم يعد قادرا على تحقيق نتائج حقيقية سوى استمرار في هذه الجرائم. لكن لا ليس هناك أفق لهذه الحرب بالنسبة له سياسيا أو دبلوماسيا، بينما الفلسطيني رغم كل الجرائم وكل الاعتداءات الصهيونية قادر على أنه إذا أفشل مشروع التهجير وصمد على أرضه أن تكون ثمار هذه التضحيات دولة فلسطينية على أرضه. وهذا أمر أصبح مجمع عليه بنسبة كبيرة جدا على المستوى الدولي، وهناك كتل دولية تتحرك تتبنى هذا المطلب، وأصبحت الدولة الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني جزء أساسي من إعادة بناء التوازن الدولي المختل تاريخيا لمصلحة هذا الكيان. إذن أستاذ عدنان، بالحديث أيضا عن مبادرة بايدن، هنا وزير الأمن القومي في لدى الاحتلال إتمار بن غفير صرح قائلا بأن نتنياهو لم يطلعه على مسودة مقترح تبادل صفقة التبادل. ما تفسيرك لهذا التصريح من إتمار بن غفير وكذلك لسلوك نتنياهو حتى الآن؟ يعني الغريب أن مبادرة بايدن وهي مبادرة إسرائيلية يقوم بالحديث عنها بايدن، يعني لماذا لم يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي؟ هذا بالدرجة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة، أن الجانب الإسرائيلي رغم أن بايدن قال أنها مقترح إسرائيلي يقول أننا لن نوافق، يعني ليس فقط بن غفير، حتى يعقوب جالانت قال أننا نوافق على هذه المبادرة إذا سمحت لنا بالاستمرار بعملنا العسكري في قطاع غزة، وهذا ما قاله المجلس العسكري المصغر. يعني مبادرة منذ البداية طرحت، ولكن هناك بعض النواحي الإيجابية في هذه المبادرة، ولذلك يرفضها جزء من هذا من قيادة هذا الكيان. بداية عندما قال نتنياهو، عندما قال بايدن أنه يريد وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية كاملة من قطاع غزة، هذا ما يرفضه. يعني أنا تحدثت عن الأسس التي قامت عليها حرب الإبادة الصهيونية. قالوا أننا سندمر قدرات حركة حماس، سنخرج أسرانا، سنعيد الحكم إلى سلطة أخرى في قطاع غزة، ولن نسمح باستمرار الهجمات على دولة إسرائيل. ماذا تحقق من هذا الأمر؟ لم نجد أي شيء. ولذلك يعني أنا أرى أن مبادرة بايدن هي كذلك حبل نجاة لنتنياهو، خصوصا عندما قال بايدن أنه بعد هذه الحرب الآن لا تستطيع حركة حماس أن تهاجم إسرائيل كما فعلت ب 7 أكتوبر. ولكن الإشكالية حاليا أنا أرى أن القيادة الإسرائيلية وممثلة بنتنياهو هي واقع بين السندان والمطرقة. بداية عندنا الأحزاب الفاشية اليمينية التي ترى أنها ممكن أن تضحي بالسجناء الصهاينة في قطاع غزة، والمهم السيطرة، إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني كما تحدث الدكتور عامر في هذا الموضوع. النقطة الثانية أن هؤلاء يروا أن النظرة التلمودية هي التي تحكم مسار الأحداث، بينما نتنياهو صحيح هو متطرف ولكن هو رجل دولة على الأقل، ويفهم أنه في ظل الانحدار الهائل للكيان الصهيوني سواء على الساحة الدولية من محكمة العدل الدولية وقراراتها، من محكمة جرائم الحرب وقراراتها، العزلة السياسية، الواقع الاقتصادي السيء سواء كانت من التصنيف الائتماني أو من 100,000 نازح صهيوني من شمال فلسطين ومن غلاف غزة، كل هؤلاء يشكلوا عبء كبير جدا عليه، ولذلك هو لا يستطيع أن يذهب إلى أقصى مدى لكي لا يفقد الحكومة، وبهذا الحال هو سيؤتى به إلى المحكمة. ولذلك القيادات الأمريكية لو قرأنا ما بين السطور لوجدناها تتحدث أن نتنياهو حريص على مستقبله السياسي أكثر مما هو حريص على دولة الكيان. يعني أن بايدن عم يحاول بكل الوسائل
إيجاد مخرج لهذا الكيان ولهذه القيادة لكي يقول لشعبي أننا انتصرت. ولذلك سمعنا بايدن يقول أنه لن يكون هناك هجوم مثل 7 أكتوبر، أي أنه لن تستطيع غزة بعد اليوم أن تهاجم دولة إسرائيل. لذلك أنا أرى أن نتنياهو سيماطل. نحن نعرف أن الكيان الصهيوني منذ فترات طويلة، منذ تشكيله أو بنائه، كان يفاوض على أدق التفاصيل، ولذلك كان الرد من قيادة المقاومة ممثلة برئيس حركة حماس إسماعيل هنية والناطق باسم حركة حماس بأن هناك نقاط إيجابية، ولكن هذه المبادرة للإعلام لم تقدم ورقيا لغاية الآن، هو كلام على الإعلام، ولذلك يجب الانتظار لرؤية ماذا تقدم الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني. من هنا أستاذ صادق، الآن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في الدوحة، كذلك مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكجورج في القاهرة، في العنوان طبعا هو السعي إلى إحياء المفاوضات. هل يعني المفاوضات والأزمة حاليا هل هي في القاهرة أم الدوحة أم هي في الأرض المحتلة؟ ألا ترى أن هناك تعمدا يعني لإضاعة الوقت، ولا سيما بعد البدء بعملية وادي غزة على أيدي قوات الاحتلال؟ تأكيد أن المفاوضات تستخدم كجزء من محاولة إطالة أمد الحرب والعمل على يعني الاستفادة أكبر قدر ممكن من الوقت لإلحاق أكبر ضرر وأكبر أذى بالشعب الفلسطيني. لا أظن، يعني كل التقديرات وكل القراءات تقول أن إسرائيل ليس لديها مصلحة ولا ترغب بأي حال من الأحوال الوصول إلى اتفاق في مع المقاومة أو مع أي طرف في غزة، لأنه هذا سيعتبر هزيمة، وهذا أحد المأزق الذي وضعت فيه إسرائيل نفسها بالأساس، أنها وضعت هدف غير واقعي ومستحيل هو القضاء على المقاومة، ومهما بذلت من يعني قوة نيران واستخدام أقصى درجات العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني فإن هذا الهدف لن يتحقق، في حين أيضا أن المقاومة وضعت هدف كبير المتمثل بوقف إطلاق نار شامل، وكذلك الأمر بالانسحاب من إسرائيل في هذه المرحلة. إذن ليس هناك تقارب أو ليس هناك أرضية يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بالوصول إلى تفاهم أو اتفاق. أقصى شيء يمكن الوصول إلى هو هدنة مع صفقة جزئية تتعلق بالإفراج على جزء من الأسرى أو جزء من المحتجزين لدى المقاومة وتحصيل بعض المكاسب الإنسانية والإغاثية لغزة. هذا هو الواقع. أما الحديث أو إعطاء جرعة من التفاؤل بخصوص هذه الجهود أعتقد أنها بعيدة عن الواقع ولا تتصل بالحقائق الموجودة اليوم في الميدان وفي السياسة الدولية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت هذه الورقة لأسباب بعضها داخلي يتعلق بالتغيرات التي تحصل في الحزب الديمقراطي. هناك حديث وكلام يعني معطيات تتحدث عن أن 57% من الديمقراطيين يرون أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية، بينما أقل من 15% يرون أن إسرائيل تمارس حق الدفاع عن النفس، وهذا يعني إشكال حقيقي داخلي، وخاصة أن بايدن الآن على أعتاب انتخابات رئاسية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا جانب. جانب آخر، محاولة قطع الطريق على الجهود الدولية الدبلوماسية، سواء الجهد الصيني فيما يتعلق بتوحيد الموقف الفلسطيني أو توحيد القيادة الفلسطينية، وأيضا المشروع الفرنسي في مجلس الأمن والمشروع الجزائري، التي كلها مشاريع تصب لمصلحة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، بينما المشروع الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة الأمريكية هو في الحقيقة يعني يسعى إلى يعني قطع الطريق على هذه المبادرات أو هذه الأوراق وهذه المشاريع من أجل يعني تخفيض سقف التوقعات أو تخفيض المردود السياسي لتضحيات الشعب الفلسطيني، وأيضا المناورة كسبا للوقت وإنقاذا للجانب الإسرائيلي وحكومة المتطرفين الصهاينة.
أستاذ عدنان، بخصوص الواقع الميداني على الأرض، يعني على الرغم من هذا الدعم الأمريكي والفرصة التي تمنحها أمريكا لقوات الاحتلال، نرى أن الخسائر تتوالى بالرغم من كل آلة الحرب الصهيونية الفتاكة هذه. يعني مثلا جيش الاحتلال بنفسه أعلن في الساعات الماضية في غضون يومين إصابة 27 شخصا من قواته في الساعات الماضية. كيف ترى مستقبل المقاومة وتداعيات ذلك في بعد أكثر من 8 أشهر على بدء العدوان؟ أظن أن المقاومة أثبتت كفاءة غير عادية وبسالة منقطعة النظير، وكما تحدث الدكتور صادق، يعني أن الصهاينة وضعوا أوهام أو تصوروا أنهم يستطيعوا أن يحققوا إنجازات على أرض الواقع. يعني نحن سمعنا منذ بداية الحرب أن القيادة الصهيونية ورغم كل التطور الهائل والأسلحة التي وردت إليها وأرسلت إليها من قبل القوات الأمريكية وحتى من الدول الغربية لم تستطع أن تنجز شيء على أرض الواقع. حتى سمعنا آخر شيء أن جميع الأسرى موجودون في رفح وأن قيادة المقاومة موجودة في رفح وأن تم القضاء على المقاومة الفلسطينية في جباليا وفي بيت لاهيا وغزة وخان يونس. الآن المعارك عادت إلى بيت لاهيا وخان يونس وغزة وكل شمال القطاع إضافة إلى رفح. يعني بعد 3 أسابيع لم نسمع أن الجيش الصهيوني استطاع أن يفرج عن سجين واحد من قواته، بل نسمع كل يوم أن هناك سجناء ماتوا ولكن لم نستطع الوصول إلى جثثهم. لم يستطيعوا أن يعطوا دليل واحد على استشهاد أي أحد من قيادات المقاومة، ولذلك هذا الوهم الذي وضعه نتنياهو أمام الإسرائيليين أنني إذا دخلت إلى رفح فإنني بذلك سأحقق الانتصار الكبير. ها هو قد دخل إلى رفح وها نحن نرى تكبد قوته الخسائر الهائلة يوميا ونرى الاستبسال الغير طبيعي. يعني نحن نرى مشاهد لم نراها حتى في أفلام الخيال العلمي، مقاتلين يخرج لهم من تحت الأرض، تكتيكات تتغير على حسب التواجد الصهيوني وعلى حسب المناطق، قيادة عسكرية لا زالت ممسكة بزمام المبادرة، كما هناك قيادة سياسية تدير المعركة. أي أن الكيان الصهيوني الذي قال أنني أريد القضاء على المقاومة، بدأنا نسمع من الخبراء الأمريكيين، بدأنا نسمع من السياسيين الأمريكيين والغربيين وحتى الجنرالات الإسرائيلية الذين يحاولوا تبرير الأمر بأنه لا تستطيع القضاء على حركة حماس لأن حركة حماس هي فكرة، ولكن هم يعجزوا عن الوصول إلى أهدافهم العسكرية. ولذلك منذ أيام وجدنا المقاومة تقصف تل أبيب مرة جديدة. يعني أنت بعد هذه الأيام الطويلة من القصف المدمر، من تدمير 80% من قطاع غزة، استشهاد وجرح أكثر من 120 ألف فلسطيني، محاولة جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، يخرج الشباب الفلسطيني، يخرج الشباب الفلسطيني المقاتل من بين الركام، وكما تفضلت أستاذ الفاضل يكبد هذا الاحتلال خسائر كبيرة جدا وتستمر المقاومة ويستمر الصمود. ولذلك في بعض الأحيان نرى عندما يتحدث بايدن عن حركة حماس هو يطالب حركة حماس بالموافقة على هذا الأمر، كأن حركة حماس هي قوة عظمى يخاطبها. لا يجب أن ننسى أنه منذ البداية كان الأمريكان حريصين جدا على القضاء على حركة حماس، هم قالوا لن نسمح بانتصار حركة حماس. الآن هم يخاطبوا حركة حماس، ولو نظرنا إلى ما قاله بايدن هو قريب جدا من المبادرة التي وافقت عليها حركة حماس ورفضها الكيان الصهيوني. المقاومة الفلسطينية بمجرد عدم تهجير الفلسطينيين وصمود الفلسطينيين في قطاع غزة استطاعت المقاومة تحقيق الإنجاز الأول، أي عدم تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين كما أراد الفاشيون الصهاينة أن يفعلوا ذلك. واستطاعت هذه البيئة رغم الدماء والخسائر الكبيرة أن تبقى حاضنة للمقاومة، مدافعة عن المقاومة،
تعرف أن هؤلاء هم أبناؤها وهؤلاء هم الذين سيحققوا النصر بإذن الله. إذن من ستوكهولم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني عدنان أبو شقرة، شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان، وكذلك أشكر ضيفي عبر الهاتف رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني سيد صادق أبو عامر، شكرا جزيلا لك.